بصوا يا جماعه، من داخل فندق ستي بريدج في مدينه دبي. خلينا اوريكم السويت من جوه عامل ازاي. حاجه ما شاء الله تحفه. بصوا كده يا جماعه، ده اول ما بتخش السويت من هنا كده، ده طبعا شماعات متعلق عليها من هنا، دي كلها الصاله هوريها لكم. ومن هنا كده دي غرفه النوم. بصوا بقى غرفه النوم ده يا جماعه، بانوراما فيو. الفندق عاملها لي حاجه بصراحه جميله قوي. دوت من هنا كده السرير، غرفه النوم، وطبعا قدامها التلفزيون. ومن الجزء اللي هنا ده بلكونه بانوراما. وطبعا من الجزء اللي هنا دوت الحمام. طيب خليني اوريكم طبعا الجزء اللي طبعا من هنا كده، دوت الدولاب مع مرايه كومودينو. وزي ما انتم شايفين الاوضه دي عامله ازاي، هي مش كبيره هنا في الاوضه، بس الباقي هوريه لكم تحفه. بصوا الدنيا عامله ازاي. خليني اوريكم هنا الحمام عامل ازاي وتقسيمته عامله ازاي. اول ما تخش الحمام، بصوا ديت كلها حاجات اهي الحمام، وطبعا هنا المرايات، وهنا الثعابين، طبعا هنا بيبقى فيه مرايه من هنا. والجزء اللي هنا دوت اللي هو الشاور البانيو. وطبعا من الجزء خليني اوريه لكم من هنا، وده طبعا اللي هو القعده بتاعت الحمام. وبصوا الدنيا عامله ازاي، ده الحمام باختصار اللي مع غرفه النوم، الحمام الماستر. وطبعا الجزء اللي هنا ده كله بيبقى البانيو، وفي الفوق من هنا، وادي كله هنا ده البانيو، وطبعا هنا الشامبو والحاجات دي كلها. فده الحمام. خليني بقى اوريكم الجزء الثاني بالنسبه للفيو، هوريه لكم بعدين. بس خليني اوريكم بقيه السويت عامل ازاي، حاجه جميله جدا يعني ما شاء الله، مساحته كبيره جدا، مقسمين السويت بطريقه حلوه. طبعا من هنا طبعا يعني انت اول حاجه بتخش ده هنا باب السويت، هنا اوضه النوم، وطبعا في مرايه من هنا، وده حمام تاني، ده ملحق مع الصاله لو جالك اي حد من الضيوف. بص الحمام ده حمام صغير كده للضيوف او منطقه اللي هو الصاله. ده الحمام مش كبير قوي بس منظم وشكله شيك. ادي الحمام يا جماعه، وطبعا هنا دي مرايه، وده الحمام باختصار بسيط الصغير. ندخل بقى على الجزء بتاع الصاله. بص بقى الصاله يعني تحس ان هي ما شاء الله ملعب. برضه نفس النظام، برضه هنا ترابيزه اكل، دي بتبقى لاربع اشخاص. ومن الجزء اللي هنا دوت ديت من هنا كده صوفة كبيره، الصوفة دي بتتقلب للسرير. ومن هنا طبعا معاها كرسيين، ودوت الجزء بتاع اللي هو التلفزيون، ودي الصاله باختصار بسيط. طبعا الصاله كمان معاها بلكونه، الصاله من هنا معاها بلكونه، والجزء اللي هنا ده كله بانوراما. هوريه لكم طبعا الصبح عامل ازاي، لان مش هتبان من هنا. بصوا بقى من الناحيه الثانيه، خليني اوريكم هنا كده، ده المطبخ. بصوا المطبخ ده من هنا طبعا البوتاجاز، ونفس النظام كل حاجه موجوده هنا. طبعا كاتل الشاي والقهوه والتوستر والميه وكل حاجه. ودي طبعا من هنا كده ديت اللي هو الثلاجه. طبعا المساحه دي كلها بالجزء اللي تحت دوت هنا، ده كلها الثلاجه. الجميل بقى اللي هنا هتلاقوه غير حاجات المطبخ، بص كده دي كلها حاجات المطبخ كاملة، يعني ما شاء الله كل حاجة، كل حاجة تحتاجها في المطبخ موجودة، يعني ما شاء الله حاجة ممتازة. وطبعا دوت الكوكر مع الفرن. والجزء اللي هنا بقى هتلاقي كده هنا، بص كده طبعا ده حاجات تحت المطبخ، وديت هنا غسالة الأطباق، وفي كمان هنا دي الغسالة اللي هي بتاعت الهدوم، ودي مكنة للقهوة لو انت عاوز حاجات للقهوة، بجانب طبعا كل حاجة في المطبخ حلو. والجميل بقى اللي عجبني قوي وانت في المطبخ، طبعا مش هبان دلوقتي، هوريها لكم الصبح وانت في المطبخ هنا، ده فيو بانوراما فيو على البحر مباشرة. يعني انت بتبقى واقف في المطبخ، او انت بتبقى واقفة في المطبخ، واطلالة ما شاء الله حلوة.
فده بصفة عامة دوت المطبخ لذيذ جدا وشكله شيك جدا جدا جدا. فلما تبص كده دي كلها الصالة، حاجة جميلة جميلة جميلة، يعني حاجة تحفة. وبرضه طبعا عاملين حبة حاجات هنا، ممكن لو تعلق شنط أو تعلق مفاتيح، فالجزء جميل جدا. خليني بقى أوريكوا البانوراما من هناك عامل ازاي. البانوراما بتاعت الغرفة بص حاجة يعني ما شاء الله. خليني أوريكوا الدنيا هناك كده عاملة ازاي، حاجة جميلة قوي. بص كده، ده واخد بانوراما كاملة على برج العرب. بص كده يعني من هنا كده دوت على سيتي فيو. دوت هنا هتلاقي محطة المترو. بص كده، ده من هنا كده هتلاقي محطة المترو هنا اهي تحت، ودوت طبعا كلها على السيتي فيو. دوت كل ده فندق ميركور، وهنا دوت فندق تاني. الجزء ده فندق تاني، فندق تو سيزون. والجزء اللي هنا كده طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا عشان بالليل مش ظاهر قوي، اللي هناك دوت برج العرب. وبص الفيو بقى، ده كله من هنا كده، ده الفيو. ده هنا كده اطلانتس اهو، دوت اطلانتس طبعا مش باين عشان بالليل معلش. وده كله الفيو بتاع البحر. بص الدنيا يعني حاجه جميله جميله جميله. طبعا انا بشكر اداره الفندق كلها، وخصوصا الديوتي مانجر والسوبرفايزر، بجد عملوا لنا ابجريد في حاجه يعني تحفه بصراحه. طبعا انا بشكرهم جدا لان عملوا لنا ابجريد بصراحه جميل جدا على سويت زي كده، وفيو ملوش حل بصراحه يا جماعه. الفندق عجبني جدا والقعده بتاعته حلوه. بص البلكونه بسم الله ما شاء الله دائريه، يعني واخده فيو، واخده فيو حلو قوي قوي قوي. ادي الفيو، وان شاء الله الصبح هوريكم الفيو هيبقى عامل ازاي الصبح، فحاجه بصراحه جميله قوي قوي. خليني بقى اوريكم يا جماعه الفيو الصبح عامل ازاي. بص بقى حاجه جميله جدا، اول ما تخش هنا البلكونه الفيو بانوراما فيو من هنا كده، دوت كده فندق ملكوم، ودوت المترو اهو، وطبعا دوت شارع الشيخ زايد، يعني حاجة جميلة أوي. ومن الناحية التانية ده كله مطل على الإطلالة بتاعت البحر. بص البلكونة ما شاء الله ملعب. بص الدنيا عاملة ازاي، حاجة محترمة أوي زي ما انتم شايفين. ادي هنا برج العرب اهو قدامنا، ومن الناحية ديت ده كل البحر اهو، ادي كل البحر، وقدامي على طول اطلانتس. فتبص الفيو عامل ازاي ما شاء الله، حاجة جميلة اوي اوي اوي. يعني ادي الجميرة واطلانتس، ومن الناحية التانية برج العرب والبحر قدامنا زي ما انتم شايفين اهو، والفيو كله تحفة بجد ما شاء الله، حاجة جميلة قوي قوي قوي. بانوراما فيو ودوت، يعني ده كله يا جماعة الفندق عملهولي ابجريد مجاني، يعني حاجة جميلة قوي بصراحة. فبشكر إدارة الفندق عملت لي حاجة محترمة قوي. بص البلكونة ما شاء الله، حاجة يعني مساحتها ما شاء الله، ستين عامل ده، حاجة جميلة جميلة جميلة، وحاجة منظمة وشكلها شيك قوي قوي قوي. والجزء ده اللي قدامنا دوت، المبنى دوت، ده فندق تو سيزون هوتيل، برضه اعمل لكم فيديو عليه، فجميل بصراحة.